مقارنة بين يوسف وشخص الرب يسوع المسيح العظيم في تميزه. تمام. لا ليس مثله. أيوة. هل من قراءة؟ بالتأكيد. أول حاجة نقرأ من سفر التكوين أصحاح 37. أيوة. هنقرأ عن تميز يوسف. Yeah. في عدد 3. وأما إسرائيل اللي هو يعقوب يعني الآب يعني، فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه لأنه ابن شيخوخته، فصنع له قميصا ملونا. من إنجيل يوحنا في العهد الجديد أصحاح 3 في آخر الأصحاح كده عدد 35، عشان نربط بين التميز أو التفرد بتاع الرب يسوع مع بالمقارنة مع يوسف. عدد 35 بيقول: الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يده، الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يديه في يده. أحب يعقوب يوسف أكثر من سائر بني. جيد دكتور عادل، قراءة رائعة جدا. خلينا أول مرة قبل ما ننتقل إلى شخص الرب يسوع المسيح نتكلم شوي عن يوسف. أيوة. بماذا كان يتميز يوسف عن سائر أخوته؟ لماذا؟ لماذا وبماذا؟ أول حاجة لماذا؟ لماذا؟ لأنه نمرة واحد أنه أمه كانت عزيزة قوي على قلب يعقوب. ما هو يعقوب اتجوز الأول ليلة. كان جواز إجباري غصبا عنه طبعا، في شوية نقول، لأنه اتخدع يعني خاله، بدل هو كان بيحب رحيل. لكن اللي حصل أنه خاله راح بالليل اداله دي بدل دي، فكان جواز إجباري مش تعدد زوجات، كان غصبا عنه يعني. فبقى زي ما تقول مش ميال ليها، وبالتالي نسلها ما كانش محبوب ليه قوي يعني. لكن رحيل لما اتجوزها برضه ما كانتش بتجيب ولاد، كانت عاقر، فبدت تتضايق وتصلي. في الاخر ربنا اداها واحد ابن شيخوخته يعني، كان بقى كبر قوي قوي يعقوب، واداله الرب يوسف. فاول حب ليه لانه ده ابن المحبوبه رحيل. تاني سبب ان رحيل ماتت بعد كده وهي بتولد نمره 2 اللي هو بنيامين. تعبت في الولاده وماتت.